قنوات الكأس. أهلا بكم وسهلا، شكرا للنجمين الكبيرين الكابتن عادل الملا والكابتن عادل السليمي. مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكأس، أهلا بكم وسهلا. واللقاء قبل الأخير في الجولة الثانية لدوري نجوم قطر، استاد وملعب حمد الكبير ملعب النادي العربي يحتضن أحداث هذا اللقاء بين العربي والخور. العربي 3 نقاط من الفوز في مباراته على الوكرة بهدف مقابل لا شيء، بينما كبيرة دوري أبطال آسيا بطولات عالم أندية مع المنتخب في أمام المنتخبات، إن يلاقي أرضية الملعب مبتلة والردم سريع وانطلاقة تاني من جديد، وأول أهداف في اللقاء قد يكون أول أهداف في اللقاء، ولكن ضاعت. يا سلام يا سلام يا مصعب، يا سلام يا مصعب، أجمل لعبة في المباراة وأخطر لعبة للنادي العربي. حط جسمه كويس، حكم قال مفيش فاول لصالح يونج اللاعب الكوري، عدت من تحت باول سيرجيو، لكن مصعب الميزه فيه انه مكمل كويس، برافو مصعب، لكن يشيلها من تحت شويه. طبعا مدافع والغريب اعمى ولم كان بصير مع في بره احمد فتحي من ضمن البدلاء مع النادي العربي، في عبد الله معرفي لعيبه تحت 23 سنه. فرصه ولكن 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 ايه 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 حكم اللقاء غريبه جدا، الحكم المساعد رفع الرايه، هدف 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 هدف، الحكم المساعد رفع الرايه، الحكم المساعد رفع الرايه وجري في اتجاه خط المنتصف، وبالتالي يوسف احمد ينجح في احراز اول اهداف اللقاء. والحكم الاضافي الحقيقه حكم الخط اشار بان الكره تخطت خط المرمى، اتعملت ليوسف احمد السريع، عدى من يونج، عدى ومر وفات و كمل يا رجل كمل يا رجل، هدف هدف هدف، تخطت بكامل محيطها بسنتيمتر تقريبا او سنتيمترين بس، لازم تتخطى بكامل محيطها. هنا ما نقدرش نقول لا لا، اللقطه الاولى يا فيسنتي، اللقطه الاولى يا فيسنتي، في محاوله كانت موجوده من بيبقى انطباع الوقت وتعود وحب وانتماء، ده جزء كويس حتى في الناحيه الانسانيه بغض النظر عن كونها رياضه، انك ترتبط بحاجه، انك تحب حاجه، انك تنتمي الى حاجه. اوكي مفيش مشكله، هات الواحد صفر يقول لك، كل يقول لك خساره الهداف اللي زي. يا سلام يا مصعب، يا سلام يا مصعب، تاني ليوسف، ولكن ولكن بابا جبريل، بابا جبريل، يوسف احمد عملها بقوه بسرعه بدون دقه بدون تركيز. هذه اللعبه اللي فاتت، برافو يا مصعب، سابها ليوسف، فيها سرعه اداء، وبابا جبريل طالع خدها بتكنيك غريب، لكن اهمشت. مش معقول الفاول ده، سيد اشكان ده بيضرب من غير كوره، لا 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 لا، ده سيد اشكان يا فيسنتي بيضرب من غير كوره، شويه ميه ساقعه بس، لان واضح انه متاثر بدرجه الحراره شويه. ادي يوسف احمد، يا سلام يا يوسف، يا سلام يا سو يوسف، عدى ومر وفات وشاط، ولكن الله على بابا جبريل، الله على بابا جبريل، مش يبقى له دور، محتاجين حد في نص الملعب يعمل يعني حركه زياده كده، رتم اسرع، انطلاقه سيد اشكان وسيزار، خطيره جدا خطيره جدا، ولكن فين فين فين، ده الى رميه التماس، ده من 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 من, من تمكنه منها راحت رمي التماس، يعني قد ايه وسطه كان متمكن من الموقف كويس جدا جدا. باولو سيرجيو لاعب فولام الانجليزي 28 29 سنه، اللاعب البرازيلي خدها كويس قوي رغم الضغط اللي عليه، الا انه هرب وصوب، ولكن اتعملت بالعرض دقه في بعض المرات لكن مش في كل المرات. عموما شوط اول ينتهي بهدف المقابل لا شيء، هدف ليوسف احمد، وقع فعلا جوليو سيزار ما حدش لمسه. ادي على طول مصعب محمود ومعه مصعب عبد المجيد، يرجع ورا تاني اماميه يوسف احمد، يا سلام يا يوسف، هات خد جميله، خلقوا مساحه جميله هو وسيد اشكان، يوسف احمد من جديد، ولكن ولكن في ايد بابا جبريل، يا سلام يا سلام، واحد من افضل اللاعبين في تاريخ نادي تشيلسي ان لم يكن افضلهم الحقيقه، بعيدا عن عظمه دروجبا طبعا وفرانك لامبرت. ادي التصويبه السريعه وضربه الراس، ولكن يا سلام يا خوخي، يا سلام يا خوخي، خوخي ابو علام بيحن لمكانه اللي بيزيد فيه وبيسجل، ويا ما سجل وبالهاتريك، ولكن اعلى العرض اتلعب اسيا، يعني لعيب عظيم يقول لك اسوأ سنه لعبتها في حياتي هي السنه اللي لعبتها للعربي، طب ليه يا راجل؟ طب ليه يا بركات؟ ده انت لاعب كل الظروف. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا يوسف، ولا مصطفى جلال، يا جماعه لعيبه النادي العربي كانهم بيتمشوا على الكورنيش، بص الراجل ده بيتمشى ازاي؟
بص 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 ده بتمشي على الكورنيش. ايه ده؟ ده في خمسة يا جماله يا جماله، بيعدي هيمر هيفوت هيشوط ويشوط، لكن ما فيش توت توت، لان مصطفى جلال حرمه تماما من اللحظة الأخيرة. لكن ازاي لعيبة الخور في النادي العربي نجم نجوم الفريق السابق علي الصليطي، محمد مبارك الشافي أصبح له مسؤولية أيضا مهمة جدا جدا في النادي العربي. أتمنى له كل التوفيق رغم أنه رياني كبير، ولكن الاحتراف والالتزام والتحضير والتصويب. وعلي جمعة على مرتين، رجعت يا علي برافو، بقية على الشوط الثاني والمباراة. هذا الاختراق اللي اتعمل سيد أشكان. بص لعيبة الكورة يا جماعة سهل اختراقهم قوي قوي قوي، غريبة جدا، لازم يكونوا أقوى من كده، لازم يكونوا أشرس من كده. أنا بتكلم عن الموسم ككل، ما بتكلمش على ربع ساعة ولا على ماتش. تلحق أن تعيد للفريق هبته. رجب حمزة الثواني الأخيرة، خلاص بقى 20 ثانية على الوقت الأصلي، بينما انطلاقة من عبد الله معرفي عدى بشكل جميل، قطع مساحة كويسة لتاني من جديد، فتح له مساحة من جديد علي الجسمي، عبد الله معرفي قطع مش أقل من 70-80 ياردة. حكم اللقاء يقول لا شيء، حكم اللعب الإضافي عارف إن ليه دور في حاجة زي كده، سمير أحمد وشايبر، لكن في دافع بالإيد سند بها الحقيقة مصطفى جلال لنادي الخور. حزين طبعا على الخسارة الثانية لفريقه حتى الآن، والماتش اللي جاي للخور هيبقى مع الجيش، واللي بعده مع الوكرة، واللي بعده مع الريان، واللي بعده مع السد، والخور عايز يفوق قبل ما يدخل في دوامة دوامة المؤخرة. انطلاقة تاني من جديد جونيور، يا راجل يا راجل، كل مباراة المباراة الأولى والثانية، بينما الآن صافرة النهاية والثلاث نقاط للنادي العربي يرفع رصيده من خلالها إلى النقطة رقم 6، والعربي على القمة. نعم العربي بنفس رصيد الريان بستة نقاط، فارق الأهداف فقط لصالح نادي الريان. العربي على القمة، الريان على القمة، ترى إلى متى؟ بينما نادي الخور وأصابع الاتهام تشير إلى جماعية الأداء وإلى تركيبة الفريق على أمل أن يكون هناك تعديل في المستقبل. فالخور سيقبع في المؤخرة بدون رصيد من النقاط، سيجلس إلى جانب السيلية ومسمير على أمل التعديل في المرحلة القادمة. تحياتي معلق اللقاء أحمد الطيب بهدف ليوسف أحمد. العربي يحقق فوزه الثاني على التوالي ويرفع رصيده إلى 6 نقاط على القمة. من استاد حمد الكبير، ألتقي وإياكم إن شاء الله في لقاء